السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم يا طلبة. في هذا الفيديو راح نمد لكم الشخصيات المهمة في البكالوريا. هو أنه أعطيتكم جميع الشخصيات المهمة، عندكم الشخصيات الأمريكية، عندكم هاري ترومان، جورج ماريشال، إيزنهاور، جورج بوش الأب، رونالد ريغان، عندكم ريشارد نيكسون، عندكم جون كينيدي وهنري كيسنجر. بالنسبة للشخصية ما تذكروش تاريخ الوفاة ولا تاريخ الازدياد، وراني قلت لكم انه ماهيش مهمه، حتى انه الاستاذ اللي راوي صحح في الورقه وما يعرفش حتى وقت زاد هاري ترومان. الشخصيات السوفيتيه عندكم ستالين، وما كاينش اللي ما يعرفش ستالين. ستالين فقط انه تمدوا تاريخ الوفاه تاعو 5 مارس 1953. لماذا؟ لانه التاريخ تاعو راه مرتبط بسياسه التعايش السلمي. لما توفى ستالين انه جات سياسه التعايش السلمي، وكان سبب من اسباب التعايش السلمي هو وفاه ستالين. وانكم تدخلوا للدرس وانه راح نفهمكم في درس سياسه التعايش السلمي، لانه حاضر بقوه السنه ان شاء الله تعالى في بكالوريا 2022 لشعبه الاداب والفلسفه. عندكم بريجنيف، عندكم جادانوف ونيكيتا خورتشوف، عندكم ميخائيل خورباتشيف وهو الذي جاء باصلاحات الكلاسنس والبرسترايكا وساهم في سقوط الاتحاد السوفيتي، وعندكم بولغاني. بالنسبه للشخصيات الجزائريه عندكم فرحة عباس، احمد بن بلة، مصالي الحاج، زيغود يوسف، حسين ايت، احمد يوسف بن خده، عبان رمضان، محمد خضر، محمد بلوزداد. وايضا شخصيات الاخرى كريم بالقاسم، رابح بيطاط، مصطفى بن بولعيد، بوضياف، العربي بن مهيدي، ديودوج مراد. عندهم تعريف واحد وهو المتعلق بلجنه الست، وراني درت لكم التعريفات تاعهم في قسم المنتدى، ودوك نوجد لكم البي دي اف بحول الله تعالى. عندكم شخصيات اخرى مهمه، عندكم جنرال جياب، احمد سوكارنو، جمال عبد الناصر، فيديل كاسترو، تشي غيفارا، وعندكم لاهارنو، وعندكم هوشي منه، وعندكم جوزيف بريوس تيتو، عندكم شار ديغول، جاك سوستيل الذي عين وليا عاما للجزائر، وعندكم فرانس مينديز. يعني كل هذه الشخصيات اللي راهي موجوده في الفيديو كامل انكم تحفظوها، وراني درت لكم التعريفات تاعهم والتلخيصات في قسم المنتدى في اليوتيوب، وانه ساعمل لكم بي دي اف بحول الله تعالى فيه الشخصيات وفيه التواريخ وفيه المصطلحات وفيه ايضا الخرائط، انكم تطبعوه فقط وتبداوا تحفظوا بحول الله تعالى. اما بالنسبه لعمليه الحفظ راهم مازال الحال يا طلبه، خليه بدايه جونفي وابداوا احفظوا. اتمنى لكم التوفيق والنجاح والى اللقاء.